هذه السائلة تقول بأن هل هناك لباس خاص للصلاة؟ فهي ترى بعض النساء يخلعن ملابسهن الداخلية ويلبسن ثيابا خاصة للصلاة، على زعم أن هذه الملابس الداخلية الملاصقة للعورة قد تكون تأثرت أو علق بها شيء من النجاسة وهن لا يدرين، فهل هذا صحيح في الشرع؟ أرشدونا بارك الله فيكم. ليس للمرأة لباس خاص بالصلاة، بل كل ما سترها من الثياب وليس فيه زينة فاتنة فلها أن تصلي فيه، مما جرت عادة النساء بلبسه وهو يستر بدنها وليس ضيقا فإنها تصلي فيه ولا تتقيد بلباس خاص أو تخصص ملابس للصلاة، ولا يتعين عليها أن تخلع ملابسها التي كانت عليها ولو كانت ملاصقة لداخلها إلا إذا تحققت من وجود نجاسة فيها، إذا تحققت من وجود نجاسة فيها فإنها تغسلها وتصلي، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي سألته عن دم الحيض تصيب الثوب، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل محل الدم وأن تصلي فيه، تصلي في هذا الثوب الذي حاضت فيه، دل هذا على أنه لا يضر لبسها للثوب حتى وهي حائض إلا إذا أصابه دم فإنها تغسله وتصلي فيه، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم، أثابكم الله وبارك فيكم.